اهلا بكم اخوة الاخوات في فيديو جديد على قناتكم اجريد اش نيوز. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، معكم دائما اخوكم يوسف كنحييكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير، كنحييكم هنا من سانتاندير اقليم كانطابريا في شمال اسبانيا. اخوة الاخوات، اليوم جيت باش نهضر على واحد الموضوع اللي مهم بزاف، هو موضوع ديال البنيات التحتية الموجودة هنا في سانتاندير او هنايا في كانطابريا. اخوة الاخوات، خصكم تعرفوا ان سانتاندير هي واحد المدينة اللي جات في السفح ديال واحد الجبل، يعني كاين هنايا الهضاب وكاين الجبال. فكيفاش خصنا نعرفوا كيفاش هذه المدينة او كيفاش الايونطمنت او البلدية ديال هذه المدينة المسؤولين ديالها حاولوا انهم يتغلبوا على هاد يعني على هاد المسألة هذه، بحكم ان المدينه جات في بحال في واحد البلاصه جبليه وكتلقى الطلعات والهبطات بزاف، فبالتالي خصنا نشوفوا كيفاش هاد الناس قدروا انهم يتغلبوا على هاد المساله، وشنو داروا وشنو هيئوا على مستوى البنيه التحتيه ديالهم باش انهم يكونوا في المستوى ديال مدن متقدمه ويسهلوا المواطنين ديالهم كيفاش انهم يطلعوا بسلاسه بلا ما يعياو بلا ما والو، بقى طلع هبط طلع هبط في الطلعات كثار. اليوم غادي تكتشفوا معايا هاد المساله هذه، وبخصوص ان سانتاندير فيها بزاف ديال الناس كبار ما كيقدروش انهم يطلعوا غادي يعياو، فالناس تفكر في المواطنين ديالها ودارت لهم واحد المساله اللي غادي تكتشفوها معايا قريبا. خليكم معايا في هذا الفيديو باش تشوفين، غادي نوريكم بزاف ديال هاد البلايص اللي غادي نتوما تشوفوهم وغادي تحكموا بعينكم، فباش تشوفين. كما شفتوا الاخوه الاخوات، حنا كنتواجدوا في واحد الشارع هذا سميتو كاي بارداس، هنا في الوسط دابا بين كاي بارداس وكاي سان فرناندو. كاي سان فرناندو كيبقى لتحت هنايا بواحد الهابط واحد شويه على اليسار، وكاي بارداس هو هذا اللي علي من هو اللي فيه اكسترين خيريا. الناس اللي يسرن هنا او باغا تجي تسكن في كانطابريا وباغا تعرف فين كاين الاكسترين خيريا، كاينه في كاي بارداس سانتاندير. هنا حنا وسط هاد كاي بارداس وسان فرناندو، على اليسار ديالنا اللي هبطنا لسان فرناندو وقطعناه كاين الطلعه، يعني كاين واحد الطليعه. الا مشينا على اليمن عاوتاني وقطعنا كاي بارداس هنا على اليمن كاين طلعه، ف غتشوفوا معنا كيفاش الناس تتفكر في المواطنين ديالها. حنا غادي نمشيو دابا غادي نوريكم هذه المساله هذه، غتشوفوها بعينكم وكما قلت لكم غادي تحكموا وتعرفوا ان الناس الاولويه ديالها هي انها تفكر في المواطنين ديالها ماشي تفكر في راسها وفي الجيوب ديالها. هانتوما نقطعوا هاد الشانطي هنا وغادي نوريكم، هانتوما هادي من هنا غادي نطلعوا للفوق الجهه ديال كاي إساك بيرال. واحد الشارع جا عالي الفوق وعاد الفوق كاين واحد الشارع اخر، يعني جات في الطلعه. فكيفاش غادي نطلعوا؟ هانتوما كما كتشوفوا هي هادي، هادي هي السمطه كما كتشوفوا، ستاليراس ميكانيكاس كاينين في هنايا في المدينه بيبليك كما كتشوفوا معنا، كاين اللي تطلع كاين اللي تهبط باش تعرفوا وتشوفوا الناس تفكر في المواطنين ديالها، باش من ما تعياش وما تسخسخش من طلع كل مره طالع كل مره طالع. داروا لنا هذه المساله هذه في هذه المدينه هاد. وهذه المساله ما كايناش غير حتى في سانتاندير، كاينه بزاف ديال البلايص. كاين اسبانيا مجهزه بزاف ديال السانسورات وهاد هاد الصمتات هادو اللي كيطلعوا او ستالي راس ميكانيكاس، حنا هادو كنشوفوهم عندنا في المغرب غير في المحطه ديال التران وفي مرجان وفي كارفور وفي المحلات التجاريه الكبرى للاسف. وكيسحب لنا انهم شي حاجه زعما كتبان كيشوف ستالي راس ميكانيكاس كيمشي يطلع فيهم مباشره باش يستمتع بهم. ها هما هنا خداما دائما كيبقاو خداما ما كيحبسوش، كيمشيو فيهم الناس كبار الناس صغار كلشي كيطلع باش يمشي مرتاح وتمشي في الراحه. خليكم معايا انتوما كتشوفوا بعينكم، هذه هي مدينة سانتاندير عاصمة إقليم كانطابريا اللي هو واحد إقليم ما كبيرش بزاف، يعني فيه مجموعة ندور اللي كبار شوية هما سانتاندير وطوري لا فيغا. حنا مازال كنطلعوا، هذه هي الثالثة اللي غادي نطلعوا فيها دابايا، وكاينين وحده اخرين ما كايناش غير هادو، كاين بزاف بزاف ديال البلايص بزاف ديال الطلعات فيهم هاد ستالي راس ميكانيكاس. ما كايناش غير هنايا، هنا هادي راه غير واحد الجهه من بزاف ديال الجوايه اللي فيهم هاد الوسيله هادي باش تقدر انك تطلع براحه، وكاين حتى اللي كتهبط لا بغيتي تهبط.
انتم هنا كما تشوفوا معنا الجو مشمس وهذا شيء جميل. وهذه الاخوان جهه اخرى عاوتاني، هذه الجهه قاطعه من تاي بارداس على اليسار اللي شفت لكم قبل. هانتوما كما تشوفوا هنا هاد السكاليرات تطلعوا ديريكت حتى لكاي جنرال دافيلا، من هنايا حتى لكاي جنرال دافيلا كل عام راس هاد السكاليرات ميكانيكا ولا هاد السمطات. هذا هانتوما هنا كامله غادا يعني تقريبا بزاف، انا غنوريهم لكم كاملين هادو اللي جا في الطلع هنا طالعين. هاي الاولى سالات الاولى، وكاين واحده اخرى ندورو من هنا باش نقطعو الشانطي، كاين واحده اخرى عاوتاني من لهيا، كاين بزاف كتار طالعين. انا كنوريكم باش تشوفو الفرق اللي كاين بيننا وبين هاد الناس هنايا، ان الناس باش تكون خاصها تفكر في اول حاجه في المواطن. حنا راه عندنا عرام ديال الناس كبار مساكن، راه غير معدين عليهم وصافي. هذا مكان نتوما كتشوفوا، هذه الثانيه، ومن هنا غادا تكمل لتحت من سان فرناندو كاي بارداس حتى لكاي جنرال دافيلا واحد الشارع الفوق. واحد اخر عاوتاني باش تعرفوا اخوان ان انا بغيت ندير هذا الموضوع، تعمدت نديرو باش نهضر نقول لكم اودي هانتوما شوفوا كيفاش دايره يعني الحياه هنا، كيفاش الناس تفكر اول حاجه في المواطن، ما غاديش يفكر في راسه هو الاول يضرب الفلوس لجيبو. حنا عارفين كل خمس سنين تجي الانتخابات وما كيتغير والو، كل مره دابا شحال انتخابات كتجي ما كاين والو، يعني اللي جا كيعطيك وعود ومن بعد ما كيطبقش الربع منها. فنتمناو هاد الناس يعني يستافدوا من هاد الشيء اللي كاين هنايا، يستافدوا من التجارب ديال ناس اخرين ديال بلدان اخرى باش يطوروا البنيه التحتيه ديالنا، لان خص بزاف، باقي خص بزاف، كنقولها دائما باقي خص بزاف. تقدر تلقى شي حوايج مثلا في الرباطيه ولا في مراكش، ولكن راه ماشي غير الرباط ومراكش، كاين بزاف ديال المدن في المغرب، كاين طنجة، كاين تطوان، كاين فاس، كاين مكناس، كاين وجدة، كاين الناظور، كاين تازة وزيد لهيه. ها هي واحدة أخرى عاوتاني هنايا، الثالثة. وعاد كاين راه هنايا كاين شي وحدين مجهزين بالكاميرا، يعني كيراقبوهم بالكاميرا، ماشي كيديرو شي حاجة وكيخليوها، باش اللي دار الدنب كما كيقولو يستاهل العقوبة، يعني ماشي أي واحد غادي يجي غيبدا يخرب هنايا هكاك. إيه حنا مزيان دارو هادشي، ولكن خص ضروري تكون المراقبة، فبالتالي الناس دايرة المراقبة. حنا راه بزاف د الحوايج الجرادي كيدارو عندنا في المغرب، ولكن المراقبة راه مكايناش، خص يكون واحد العساس ولا تكون كاميرا باش كيما قلت اللي دار الذنب يستاهل العقوبه، ماشي واحد يجي يقلع لبرا، واحد يجي يحيد الشبكه، واحد ترشق له وما عرفش شنو يدير، وفي الاخر نبداو نقولوا عاوتاني ورا بنادم اللي كيخرب. لا اسمح لي، ماشي بنادم، بعض من بنادم اللي كيخرب، وباش يخرب انت كدوله راه خاصك تحرص على داك الشيء وتراقب المسائل باش ما يجيش واحد يخربها. انتو تشوفوا هي هذه هي هذيك هيدا طالعه هنايا حتى كاي جنرال دافيلا كما قلت لكم جا الفوق. هنايا الجو سخون، كاين الشمس، الجو اليوم كاين سخون، الجو ديال البحر
هنا في سنتندير يعني غيكون البحر عامر خصوص مع السياح اللي كاينين هذا الصيف، فانا قد يعيشون عامره. هاي واحدة أخرى عاوتاني، وهذا هنا يمكن تشوفوه السنسور، فهو مرفق باش يقدر اننا نطلعوا فيه من بلاصه لبلاصه، ويسهل لينا التنقل تمشي طلعنا لواحد البلاصه ومن بعد تجينا واحد السنسور اخر غادي نوريكم مع جوج. كما تشوف كندخل من هذا الباب اللي ورانا كنخرجوا من الباب اللي القدام، يعني كيمشي شويه كيمشي عارف كيفاش طالع. واحد الشمس اخرى وبعيد حوالي واحد 70 متر ها هو قدامنا كنشوف حتى هو. المهم هادشي كنوريكم باش تشوفوا البنيه التحتيه، الناس اللي تفكر في المواطنين وكتفكر في الناس ديالها باش ما يتعبوش ميعياوش، علما ان هنا الجو راه معتدل، يعني ما تكونش سخونيه وبروديه بزاف اللي غادي تخليك انك تعيا، ولكن مع ذلك الناس فكرات وقالت خاص المواطنين ديالنا يكونوا مرتاحين ويمشيو براحة ويكونوا كما كانت تقول هنا في اسبانيا كومودوس. شوفوا غادي نوركو عليه باش يهبط، نتناوه باش يهبط. يا مورنا كاينه 6 ديال التران تقريبا هنايا، مبعيداش بزاف التران من تنايا، وغادي نطلعو باش نجي للدار فين ساكن. قريبة ليا تجي، كاين ميركادو هنا لتحت، حنا كاين تحت السانسور تطلعو حتى الفوق بلا ما تعذب راسك. هو غادي يكون هابط دابا السنسور هو هنا الثاني والاخير اللي طلع لفوق الاخر واحد الشارع اللي هو كاي التا، سميتو كاي التا، قلبوا عليه في الماب راه تلقاو شارع عالي، والاسم ديالو هو اكبر دليل على العلو ديالو، كاي التا يعني عالي طالع. هو دابا السنسور طالع بينا. المهم نتمنى تعطوني الاراء ديالكم في هذه المسائل اللي كنوريكم بخصوص على مستوى البنيه التحتيه، وتقولوا لي ما مدى القدره ديال المغرب لانه يوفر بنيه تحتيه بحال هذه، يعني وخذوا بعين الاعتبار حتى يعني الثروات اللي كنمتلكوا لكم والامكانيات اللي عندنا، واش يمكننا نوفروا بحال هذه البنيه التحتيه ولا لا.
انتما هنايا خرجنا من هذا السنسور تمايا هنا كاين بحال الارتياح الساحة صغيرة الناس هنايا كيلعبو وهكا الإخوة الأخوات نكون وصلنا للنهاية ديال الفيديو ديالنا اللي كان حول بعض من البنية التحتية ديال مدينة سانتاندير وهذه المسائل ديال سانتاندير كاينة في مدن إسبانية متعددة فأنا خديت سانتاندير غير كمثال ماشي الحصر هذا ما كان غباقي نركب مسائل أخرى على مستوى البنية التحتية اليوم شفنا واحد المثال وباقي غنشوفوا أمثلة أخرى فما بقى لي ما نضيف تحياتي لكم كان معكم دائما خوكم يوسف كنحييكم من قناتكم إجريد أش نيوز والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى فيديو آخر إن شاء الله.